D1FM 91.2. استقبلنا السيد والي باش نوصلوا صوتنا لاصحاب القرار للمطالبه بقانون يحمي رجالات المؤسسه الامنيه والسجنيه. السيد الوالي تعهد باش يوصل صوتنا باش يتصل بالسيد رئيس الحكومه ولو انه الموضوع موجود حاليا في مجلس النواب. من بعد الجريمه الشنعاء اللي تعرض لها زميلنا عقدنا البارح اجتماع دعينا فيه كافه مخرطينا من الاسلاك الامنيه الاربعه للمشاركه في مسيره امنيه تقام اثرها جنازه رمزيه لشهيد المؤسسه الامنيه وشهيد تونس. الانطلاق كان من امام مقر النقابه الجهوي لقوات المدافع بصفاقس مرورا بمصلحه شرطه المرور بصفاقس ثم الولايه. رفعت فيها شعارات ناس تتكلم من الاعماق، ناس موجوعه. صحيح احنا مازلنا واقفين، رجالات المؤسسه الامنيه والسجنيه راهو حتى واحد ما نجم ياثر فينا، لكن موجوعين على زميلنا وموجوعين من اصحاب القرار اللي هما يماطلوا فينا باش يسلموا القانون. اما بالنسبه لنا احنا رانا واقفين لتونس ومش نسلموا فيها لاخر قطره دم. والحمد لله اليوم نهار جمعه باش تشوفوا معناها ان شاء الله ربي يقبلوا ويعني برضا ويقبل كل الشهداء، كما في نفس الوقت ثقوا جازما انه العائلات نتاع الشهداء ماهيش باش تضيع، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي القانون نتاع حمايه الامنيين معناها يرى النور في اقرب الاجال. وهكم تراو معناها بعد هذا التصرف الجبان فما معناها عديد الكتل النيابيه اللي رات لنا باش يعني يكون عنده اولويه هذا القانون. بالنسبه لنا احنا مش نطالبوا باش ناخذوا حصانه، احنا نطالبوا قانون يحميني. اش معناها؟ معناها الزميل هذاك اللي هو تغدر فوق الخدمه نهار 18 في الشهر شهريته ما يخذهاش، فرضا وانه الزميل قتل البارح الارهابي هذا، في بالك يتم سماع بالقانون اللي موجود ومعنا حتى قانون يحمينا، يتهموه كانسان مجرم، مروا جميع القوانين، القانون الاساسي اللي تخدم به المؤسسه الامنيه والسجنيه معطل من 2011، القانون الاساسي العام والخاص لقوات الامن الداخلي، علاش انت تسمع اليوم رئيس منطقه تصير جريمه ارهابيه نحو رئيس منطقه، نحو مدير اقليم، يدخلوا بوليس الحبس والعرس، علاش ما ثمش قانون؟ يلزم نعرفوا انه تونس في حرب حقيقية ضد الإرهاب. على مستوى وطني ثم هيئة نقابية موسعة، هيئة إدارية باش تعقد في تونس وباش هي اللي باش تخرج القرارات. الأسلاك الأمنية الأربعة، الشرطة، حرس، حماية، سجون، مخرطين، النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس. احنا بالنسبة لنا احنا القانون زجر، أنا واحد من الناس ما نحبش نسمعها. قانون حماية الأمنيين فيه فصول أنا ضد الفصول، ما دخل المعلومة والصحافة والإعلام في تبليغ المعلومة باش تحاكموا بالقانون هذا. أنا عندي نطالب قانون يحمي رجل الأمن فقط، ومن خلال القانون هذا تم تعويضات احنا باش ناخذوها على قانون مثلا حوادث الشغل باش يضمنها لنا القانون هذا. شكون اللي مثل القانون؟ شكون الناس اللي تشرع؟ مجلس النواب، كل شيء يدير في مجلس النواب. إذا كان فهموا السادة النواب وحسوا بالوضعية تو كل شيء يصير. بالنسبة للحكومة احنا هاو ماشيين أمورنا واضحة، هاو السيد الوالي اليوم استقبلنا كسلطة أعلى سلطة على مستوى جهة ويسمع كوسغالك ووعدنا. السيد وزير الداخليه كذلك، السيد رئيس الحكومه كذلك، السيد رئيس الجمهوريه كذلك، لكن المطلوب من السلطه التشريعيه باش تاخذ على عاتقها تمرير مسن قانون حمايه الامن.